अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं महमद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कुरान पढ़ना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 77 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुरान शरीफ का पारा नंबर 4 का रुकू नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कुरान शरीफ पढ़ना सिखाते हैं। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم ذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله इधर हम कर लेते हैं, फिर यहाँ से मिलाएंगे। पीछे लिखा हुआ था यतलून आयत अल्लाह, मास मिलाएंगे। यतलून आयत अल्लाह अल्लैल वहुम यस्जुदून يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته यहाँ पे हा का भी आवाज निकालना है। وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. یہ پارا نمبر چار کا رکو نمبر تین میرا مکمل ہو گیا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اور میرے دوسرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اجانی ٹی وی کو آپ لوگ جا کر اس کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے. ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.